تعرفي المدرسة؟ والله تكفى ما اشتقت لهم؟ والله اشتقت من زمان مو قادر القعدة اللي تعمل الظهر ولا اكتب تكفى. المدرسة صار لنا سنتين ما شفناها، وأكيد في أشياء وايد ولهنا عليها أيام المدرسة، بس البنات أول شيء تكلموا عنه حجاب المدرسة. مأساة بالهدى يصير فرعون. لا ولا احنا نحط شيء بس ولا آخر شيء الراس والأذون والرقبة وكل شيء يعور. مشتاقين والله يعني. والحصص اللي يحبونها أحسابي غاطقني بس إن الرياضيات إيه أحتاج كذي شغل مخي أمي مساء. لا 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 وين على الأحياء أو نس على الأقل الحصة تضيع كلش ما تضيع كلش من أول يوم إحنا متأخرين بالمنهج من أول يوم من أول حصة من أول دقيقة وأكل المقصف الذرة طعمها غير بالمقصف والله غير. وانتو كتبوا لنا شنو اكثر الاشياء اللي ولهتوا عليها ايام المدرسه. بيمز دائما معاكم.